مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفشي الفساد في مفاصل الحكومة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط المدني الأستاذ عباس السلطاني. مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم. لجنة النزاهة في العراق تقول أن النزاهة تمول نفسها من الفساد في وزارة النفط. نائب سابق يصرح بأن بعض الوزارات تتعرض للنهب وأصبحت كذلك ممالك للأحزاب. أين الهيئات الرقابية من كل هذا الفساد؟ السلام عليكم، تحياتي إلى قناة الرافدين ولك جميع كوادر إن شاء الله. أستاذ العزيز، الأحزاب والميليشيات هي الآن معروفة يعني على مستوى العراق كله إن هم المسيطرين على كل مفاصل الدولة. نعم. من وزارات إلى مديريات إلى شغلات، يعني مسيطرين على الكل. فأكيد هنا الأحزاب مسيطرة على الوزارة والنهب مالهم والسرقات موجودة وما حد يقدر يحاسبهم لأنه هم مسيطرين على الحكم كله. يعني حتى نقدر نقول أنه هي مو الحكومة اللي تحكم، إنما هم الأحزاب والميليشيات هم اللي يحكمون، ولهذا ما حد يقدر يحاسبهم على السرقات اللي يقومون بها. نعم. طيب، منذ أيام حاول رئيس هيئة النزاهة في العراق إبعاد سرقة القرن عن ميليشيات مشاركة بحكومة الإطار التنسيقي. من الجهة إذن التي من الممكن أو من المفترض أن تكشف عن الفساد إذا كانت هيئة النزاهة نفسها تدافع عن الفاسدين؟ أستاذ العزيز، هي هيئة النزاهة عندنا بالعراق هي يراد لها هيئة نزاهة. نعم. يعني الموجود حاليا هيئة النزاهة هي أيضا تابعة وراضخة ترضخ للأحزاب ومتطلبات الأحزاب، لانه هي لو ترجع على هيئه النزاهه راح تشوفها لجانهم من شكلها واعضائهم من هم اصلا من. فهيئه النزاهه هي اصلا يراد هيئه النزاهه، فلهذا ما يقدرون يحاسبون. يعني هو مثل ما يقول هو القاضي وهو الحكم. زين، فمع الاسف يعني انه هيئه النزاهه هي اصلا غير نزيهه، لان هي من ضمنها مشاركين. نعم. كل السرقات اللي يقوم بها الاحزاب. بالتالي الى اي مدى يحظى الفاسدون بحمايه سياسيه بما انهم يعني مرتبطون بالاحزاب والميليشيات؟ شوف استاذ العزيز، هم من كان رئيس الوزراء السابق الكاظمي قالوا انه الكاظمي هو السارق والكاظمي هو اللي مشارك بعمليه سرقه القرن وغيرها. زين، هسه رئيس الوزراء الحالي لانه هم اللي جابوه، هم اللي نصبوه. زين، لو تلاحظ من يطلعون بالاعلام قبل من كان يطلع بالاعلام كان يطلعون بالاعلام ينكلون بالكاظمي. نعم. الكاظمي مثل كذا والكاظمي كذا. هسه نفس الشغلات اللي سواها الكاظمي هو نفسه اللي سواه السوداني، ولكن من يطلعون بالاعلام الاعضاء الكتل السياسيه من دوله القانون وغيرها وغيرها يمدحون برئيس الوزراء. طيب ما هو نفس اللي سواه الكاظمي وحكيتوا عليه هو نفسه هسه اللي يسوي السوداني. لان السوداني مو اطلق، هو اللي اطلق سراح نور. على اي اساس اطلق سراح نور؟ فالتالي العزيز هم قلت لك الاحزاب يريدوها لهم ويريدوها على غيرهم. طيب، فهذا اللي جاي. نعم، هناك من يضرب مثلا بقرار الافراج عما ذكرته نور زهير الان المتهم الاول في سرقه القرن على ان شبكه الفساد ممتده في اجهزه الدوله. الى اي مدى القضاء ايضا متواطئ في عمليه الفساد في العراق؟ أستاذ العزيز، هي إذا نجي على سرقة القرن، ترى سرقة القرن لا شيء بالنسبة للسرقات اللي يقومون بها الأحزاب والميليشيات وحتى الحكومة. زين، يعني عندك هاي الأراضي الموجودة بالعراق، الدوانم الموجودة بالعراق كلها اللي حولوها من زراعي إلى سكني وسرقوا أراضي الناس يعني وغيره من الأشكال. يعني هاي سرقة القرن ترى لا شيء بالنسبة للسرقات الباقية. سرقة 2014، موازنة 2014 اللي هي تعادل أضعاف سرقة القرن. زين، وليش ما يتكلمون بها؟ ليش ما القضاء ليش ما يطلع الفاسدين الكبار؟
القضاء ده يضحك على مثل ما نقول يضحك على القانون يضحك على الشعب. القضاء يومين جايب له مدير عام وجابه بالسجن والله هذا فاسد. لا احنا نريد الرؤوس الكبار اللي هي سبب الفساد اللي هي سبب الفساد يعني. فنور نور زهير ما يقدر يقوم بهيش عمليه استاذ العزيز، ما يقدر يقوم بهيش عمليه اذا مو هم اصلا الاحزاب والميليشيات هم شراكه وياه. إذا هو فقط واجهة كان. نعم، من بغداد الناشط المدني عباس السلطاني، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.